انا ما سيفيليزاسيون تاع الكراج هذيك تطوروا. السلام عليكم ورحمه الله. الزف اللون ما يمرش نهار وعصابه ولاد الحرام المجرمه ما ديرش فضيحه تفضح روحها وتزيد تفضح الجزائر. صح يفضحوا رواحهم ربي سهل عليهم موجود بهدايل، ولكن الجزائر واش دارت لهم باش يفضحوها؟ علاش ما يخطوهاش ويروحوا يبعدونا ويفضحوا رواحهم ربي سهل عليهم. اخر فضيحه، الحوار اللي نشرته مجله لو بوان الفرنسيه واجراوه زوج صحفيين جزائريين عدلان مدي و كمال داود، تنشر في جريدة في مجلة صاحبها يملكها 100%. امشيو لويكيبيديا، نبدا بجوجل وروح لويكيبيديا وطابي لو بوان هبدومادير فرونسي وشوف شكون يملك هذه المجلة. يملكها فرانسوا بينو، قلتها البارح، احد كبار الاثرياء في فرنسا. هذا فرانسوا بينو عنده تاريخ مع الجزائر، بالتحديد مع ثوره التحرير الجزائريه اللي هو يسميها لا غير دالجيري، حرب الجزائر. نعم، هذا فرانسوا بينو في سنة 1956 انخرط كمتطوع في الجيش الفرنسي باش يمشي يقتل الجزائريين، لأنه قلبه كله على فرنسا وقال روحنا نقتل الفلاكة. انخرط في 56 وفي كتاوه في أعالي بليدة، وكان ليه تيرايور. السيد تجوز 30 شهر يقتل في الجزائريين. عليكم الصورة تشوفوا باش تقولوا رانا نخرطولو ولا نجي انا درك انا عايش في فرنسا. لو درك نقول الكلام هذا يروح يعطيني اون جوستيس ويدي عليا الحق في بلادو. قراه يقذف فيا، راهو يخدف فيا، يقول بلي انا راني السيد هذا انخرط في الجيش الفرنسي في 56 كمتطوع، مشى لبليدة، سمعت، كوم ارتيور، جوز 30 شهر وخدا ميدالية، خدا ميدالية عسكرية اسمها لا فالور ميليتار، ميدالية دو لا فالور ميليتار. راكو تشوفوا فيها الصورة. وفي سنة 1991 في حوار جراه مع لو جورنال دو ديمونش، أسبوعية هذه لو جورنال دو ديمونش، هي جريدة سمعت تخرج ورقية، تخرج على شكل جريدة صحيفة وليس مجلة، دار حوار يقول لهم جي توجور او فون دو موا لو ريغار دو تيب كو جي فلينغي ا 5 او 6 متر سيتي لوي او موا. شو واحد الكلمه اللي استعملها استعمل فلينغي، جي لي فلينغي، نقولكش سور كي جي تيري ولا كي جي تويي، جي فلينغي الكلمه اللي استعملها. يقول لهم مازال لليوم فيا في نفسي الصورة هذيك تاع هذاك اللي حبطو فلانك، تقول حبطو سمعت، لأنه كان يهوايا أنا وأكيد على 500 متر ضربو، وأكيد هذاك اللي هبطو ما كانش عنده سلاح، لأنه لو كان عنده سلاح راهو لعب بيه ديجا. ما
وفرانسوا بينو عنده ميدالية أخرى، يلتي كوموندور دو لا ليجيون دونور اللي عطاه له شيراك في 2007 من ضمن الأعمال اللي قامها هو الحرب ضد الجزائر. هاوليك سي تبون شكون الصحف اللي يعطيهم الدراهم؟ هادو كحلهم ما كيحتار دراهم الشعب الجزائري باش ينشروا له حوار زعما باش يلمع صورتو. لعنة الله عليك يا تبون، وين راكم يا باديسيين نوفمبريين يا رخاص يا انذال؟ تعرفوا انتم باديس من باديس تعرفوه، وتعرفوا انتم نوفمبر ما تعرفون باش تشيتو، واللي يقول بنوفمبر يقول بن باديس ما يصدقش وما يمنش بالخوانة هذوما، هذوك النوفمبريين باديسيين تاع الصح. السلام عليكم ورحمة الله.